النهاردة الصبح قرر دكتور محمد معيط وزير المالية تحصيل قيمة ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية للسلع والخدمات في حال إيه؟ علشان بس حضراتكم تبقوا عارفين، إذا كانت السلعة أو الخدمة بتقدم بالعملة الأجنبية، يعني خلينا نشرحها. يعني لو أنت مثلا السلعة اللي أنت بتقدمها بالدولار أو بما يوازي بعملة أجنبية، هنا هتبقى الضريبة المضافة كمان يتم تحصيلها بنفس العملة. لكن خليني برضو أقول أنه أكدت الوزارة أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد فيه، يعني في القانون ده فيه مادة تلزم مقدم السلعة أو الخدمة اللي يتم تحصيل قيمتها بالعملة الأجنبية بتقديم الضريبة المضافة عليها بنفس العملة. يعني إذن في قانون بيقول والمادة بتقول كده، لكن خلينا نعرف مزيد من التفاصيل وناخد مزيد من الشرح. دكتور محمد باغا الخبير الاقتصادي. دكتور محمد مساء الخير يا فندم. أمير يا فندم، أهلا بحضرتك وكل المشاهدين. يعني عايزين نشرح بأمثلة أكتر علشان مشاهدنا الكريم يبقى عارف. دلوقتي أنا عايزة أعرف إنه يعني ما الإضافة اللي حصلت بالنسبة للقيمة المضافة بالعملة الأجنبية للسلعة إذا أنا اشتريت سلعة مثلا بالدولار قيمتها بالدولار. هو طبعا زي ما حضرتك عارفة إحنا بنعاني من أزمة عملة في البلد، وبالتالي مهما كانت هناك من اجراءات لجذب العمله الصعبه الى المؤسسه الرسميه اللي هي مثلا الوساطه الماليه الرسميه زي البنوك، فبنلاقي ايضا هناك يعني سوق غير رسمي بيدار بعملات اجنبيه. فالحقيقه الحكومه لجأت الى ان هي بتسعى قدر الامكان لزياده هذه الحصيله من العمله الصعبه، ويمكن كان هناك النهارده وزاره الماليه عملت تعديل لبعض احكام اللائحه التنفيذيه لقانون الاجراءات الضريبيه الموحد، واللي هو الحقيقه بيحمل رقم 518 لسنه 2023. وفي ماده الحقيقه يعني تم اضافتها الى اللائحه التنفيذيه لقانون الاجراءات الضريبيه الموحد اللي هي الماده 52 مقرر. وهي الماده دي بتنص على انه في حاله سداد قيمه السلعه او مقابل اداء الخدمه بالعمله الاجنبيه بيكون اداء الضريبه على القيمه المضافه بذات العمله. وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية. يعني بمنتهى البساطة خلينا ندي أمثلة. أنا عايزة ندي أمثلة عشان تبقى أكثر وضوحا للناس، يعني ادينا بعض يعني الأمثلة. بمنتهى البساطة اللي بيبيع حاجة بالعملة الصعبة يتم أداء الضريبة على القيمة المضافة بالعملة اللي هو ده طبعا يعني بياخد يعني ضغط الدولة الضرائب المفروض او الرسوم الضريبيه اللي المفروض بتفرض على السلع والخدمات في احتياجاتها من العمله اللي هي المفروض تم الدفع فيها. بس برضه الماده فتحت فقره برضه منها بتقول انه بيجوز اداء الضريبه المنصوص عليها في الفقره دي اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي 52 جنيه مصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالأجنبية يساوي أو يزيد عن مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقيق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي. يعني هي استراتيجية بتقوم بها وزارة المالية قدر الإمكان هي تثبت العقد إلى هي تكون داخل الجهاز المصرفي قدر الإمكان. يعني خلينا اذا نقول انه لو حد اشترى حاجه بالعمله او بيبيع هو يعني السلعه بتباع بالعمله نفسها، فاذا الضريبه المضافه هتكون بنفس العمله، ولكن هيكون في شويه تسهيلات، صح ولا لا؟ وقت العمله دي بتروح اي جهه تم التنازل عمله صعبه وغيرها بالجنيه المصري، ففي الحاله دي هو خلاص بيتم تحصيل الضريبه بالجنيه المصري، مفيش اي مشكله. يعني هو قصدك لو حضرتك لو هو باعها بالجنيه المصري، لو هو هيبيع بالعمله الصعبه اوريدي مفيش مشكله، لو المشتري ده حي يشتري بالعمله الصعبه وقرر ان هو يشتري بالجنيه هيغير العمله الصعبه في احد المؤسسات الرسميه المصرفيه، وبالتالي خلاص القيمه المضافه اللي هو هيدفعها كضريبه هيتم دفعها بالجنيه المصري، مفيش اي مشكله خالص طالما تم التنازل عن العمله لاحد تم التنازل عن العمله ان هو مش هيدفعها بالعمله هيدفعها بالجنيه، فاذا هنا هيتعامل بالضريبه المضافه على الجنيه بشرط ان هو يكون تبع مؤسسه مسجله لدى البنك المركزي اللي هو البنك. يعني تمام
تمام، يعني وضحت الصوره. هل ده هيزيد يعني هيدي يعني شويه يعني اريحيه انه الناس تقدر تتعامل، ويبقى في اللي بيتعامل بالدولار فنقدر يعني يبقى في استفاده اكتر بالنسبه لنا؟ والله يا فندم، هو المفروض اصلا التعامل بالدولار ده يعني هو غير جائز اصلا في البيئه المصريه، ودي حاجه شاذه في الاقتصاد نظرا لانه يعني هناك زي ما قلت لحضرتك طبعا الكل يتعامل بالجنيه طبعا احسن قدر الامكان، ولكن الحكومه بتحاول تواجه الامور باستراتيجيه تكيفيه، يعني مهما حضرتك طبقت القانون لن يجدي نفعا مع كل هذا الكم من تواجد الاقتصاد غير الرسمي، فبالتالي هناك محاولات حثيثه ان قدر الامكان بتحاوطي هذا الكم الهائل من الاقتصاد الرسمي، وبتحاولي قدر الامكان انك تخليه في اطار مؤسسي او في اطار تعاملات رسميه. بالظبط. عارف يا دكتور محمد هي هتبقى ايه؟ يعني التجار الكبار واللي بيتعاملوا يقول لك مثلا هجيب لك السلعه دي والله دي ثمنها كذا بالدولار، هو نفسه لو باعها بقى بالجنيه هيضطر هو يغير الدولار وتبقى بالجنيه، وهنا تقدر تستفيد يعني مصر تستفيد اكتر يعني. بشكرك شكرا جزيلا ووضحت الفكره. نتمنى احنا في مرحله الحقيقه لازم كلنا نبقى عارفين التفاصيل، كل ما زاد عندك انت التعامل بالجنيه المصري او انت كمان حولت العمله الى جنيه مصري، انت بتزيد الحقيقه من يعني بتقلل من المشكله اللي موجوده بالنسبه للعمله.